تحية طيبة لجميع المتتبعين يوم أمس في مجلس الوزراء أقر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبوم بزيادات معتبرة في منح التقاعد يعني هذه خاصة بمنح المتقاعدين فقط وليس منح أخرى منهم منحة البطالة الكثير من اختلطت عليهم الأمور كاتبين في الشروق زيادة منحة البطالة متقاعدين قصدهم متقاعدين وحدهم ولا منحة البطالة متقاعدين معا الزيادة تخص فقط كما قلنا في اول الفيديو المتقاعدين وليس له حتى علاقه بزياده في منحه البطاله حتى وتكون زياده في منحه البطاله راح تكون في موضوع اخر وتكون في جريده رسميه وحدها